ايه يا نعم؟ طول الطريق ساكتة ما قلتيش ولا كلمة، ما تفهميني بليز. تعرف طبعا حكاية حلوم. يس اوف كورس، وانا طناش في الحتة ولا ايه؟ لكن مش انت اللي طمعتيه؟ يعني ما انت شايف كان قلب عليا كل الحارة ازاي؟ نعمة الله، انت عايزة تتجوزيه ولا لا؟ اتجوزه؟ انا عايزة راجل اعتمد عليه، جنتلمان. ما انا قدامك اهو، ايفر ريدي، حياتي اطول. بس على شرط يكون بيحبني. ربنا عالم بالقلوب يا نعمت. بس انا اديت كلمة لحلومة وما اقدرش ارجع فيها حتى لو على قابتي. بعد الشر، بعد الشر عليكي، انا رقبتي فداكي. يعني هتقدر تخلصني منه؟ اخلصك منه؟ ده انا هخلصك من اللي جابوه كمان. الاسعاف يا ناس، الاسعاف، اطلبوني اكبر دكتور في البلد، اكبر دكتور في البلد، وانا رقبتي سدادة. قلت لك ما تشتريش حاجة ما تفهمش فيها. ده تيكت ايزي يا عزيزي، تيكت ايزي يا ناس. القصد العيني، القصد العيني يا ناس، الوفاء والامل، اطلبوا الوفاء والامل يا ناس. مش بيقولوا الحين ابدا، ده مجهول طبعا. قضاء وقدر، القنبله كانت ضمن الحدايد اللي اشتراها المطرود. قضاء والقدر يا عبد الله يا ابني بريء من الحادثه دي. قصدك ايه؟ فعل فاعل؟ طب مين اللي عملها؟ اصحاب المصلحه كتير، لكن مين اللي عملها؟ الله اعلم. انت زي التجارة وتخش هنا، انت عايز تسرقنا حرامي؟ انا؟ ايوه حرامي، ستين حرامي كمان. انت سكران؟ افهمني، انا كنت بدور على قلة المية. قلة مية حرامي؟ يعني ده الوكالة تهش كله؟ اوعى تفتكرنا عبيط، ده انا بتكلف دماغي. انا مش فاهم انت ليه بس بتكرهني كده؟ انا عمري في الدنيا ما خفت من حد غيرك، انت الوحيد اللي لازم تسيب الوكالة. انت ازهر الخمره اللي حسيت لك نفوخه. انت الوحيد اللي معيشني في قلق وبسم معيشتي. بس انا احب اقول لك حاجه، انت مش هتاخدها، لان اللي هيحاول ياخدها هقتله، هشرب من دمه. دي احمد الله، دي بتاعت قلق. وانا تكونش انت اللي قتلت حلومه؟ قال ما قتلتوش، لكن لو كان اتجوزها كنت قتلته. ويظهر اني هقتلك انت كمان لو ما خلعتش من الحارة قبل ما يطلع عليك النهار. واد عبدون، تكلمت يا واد. ايه؟ كان عايز ظبطته بتسرقني. كذاب، ده هو بس اللي عايز يخلص مني. بس انت هو انا مش هخلص من وجع الدماغ بتاعك وده. الله، انتوا الاتنين لو اشتغلتوا مع بعض هتوشوني. انت من الليلة دي مالكش شغل هنا. حلوت يا علامة. ليه بس يا معلمة؟ هتطلع فوق. فوق فين؟ عندي في الشقة. اعمل ايه؟ الله، تشتغل. اشتغل؟ اشتغل ايه يا معلمة؟ انت تكتم خالص،
ولا تشوف لك كشحة من هنا، فاهم؟ فاهم، فاهم قوي. وانت تحت امرك يا معلم. طب حصلني على فوق. امرك يا معلم. الباب مفتوح. ما تخافش. شايف ان البيت اخر رواق ومش عارف هشتغل فيه ايه. يعني عاجبك؟ وهو في احلى من كده؟ كده. طب تعالي. كده كمان. اشرب ودعيلي. ايه ده؟ ما تخافش، دي قرفة بالجنزبيل. امال ليه طلبت مني اجي اشتغل هنا مع ان المكان مش لازمه شغل؟ انت برضه سددت. هو انا خلصني برضه مرمطك وانت باين عليك ابن ناس. شرفك. انا ما يخفاش عليا حاجه ابدا. قالك ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ اصل دي اول مره اشوفك ما انتيش معلم. ويا ترى عجبتك؟ هو في احلى ولا اجمل من كده؟ القرفه ولا الجنزبيل؟ لا 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 ما احبكش انت كده. ايش we
يعني اللعب ده كله يحصل وانا مسافر؟ ده واد لعبان وابن حنت يا معلم، لف دماغها وطواها تحت باطه. الله، ده انا اتعملت كوبري بقى زي 6 اكتوبر. والله عيني يا نعمة الله. قلت لك هي ملهاش دم، هو اللي اتمسكن لحد ما تمكن. على العموم دونت وري. يعني ايه؟ ما تقلقش، البضاعة جاهزة والمعلم عبد الله زمانه جاي. حاضر حاضر، حوصي عليك من عناي. مع السلامة. هلو يا معلمة. نعم، يلزم أيها خدمة؟ الله، خبر إيه؟ هو الكلام صدى ردة ولا إيه؟ عايز إيه؟ عايزك في كلمتين. لا مؤاخذة، أصل ما عنديش وقت. لا اسمعي، أنا حقي ما يتاكلش أونطة أبدا. حقك؟ حقك ده يطلع إيه؟ حقي ومستحقي، وأنا مش دافع لك المهر ولا إيه؟ المهر ده يا عمر حلومة. ألف رحمة تنزل عليك يا حلومة. هو أنت اللي عملتها؟ هو في حد غيري؟ مش أنت اللي قلتيني خلصني منه وعدتيني بالجواز؟ أنا ما قلتلكش اقتله. الله 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 الله، هنرجع في كلام المعلمين ولا إيه؟ إحنا ما رحناش عشان نرجع يا دبش. أنا ما قلتلكش اقتله. أنا ما قتلتوش. في حد قال لك اللي انا جيت ناحيته؟ انت اللي قلت. عشان اكسبك، وده مش غلط. انا مستعد اعمل اي حاجه في الدنيا بكوزة اتجوزك. ما كانش ينعذر، ما قدرش اتجوز اتنين. اخلصي منه، ده واد سكه هيقشط اللي وراكي واللي قدامك. لا بقى، ده انا يتقطع لساني اللي يجيب سيره جوزي. الله الله الله، خبر ايه؟ خبرين يا نعمة الله. اسم المعلمة يا رياض، واتفضل بقى وريني عرض كتابك. انت بتطرديني برا؟ هتندمي. حابس حابس، لا خوفتني. انت احسن لك تسد بقك، لحسن البسك جناية حلومة واجيب لك شهود ولا اتطلع قروض. ايه ده يا نعمة الله؟ كده يا ضنايا. الله، المعلم رياض هنا؟ اتاري الوكالة منورة. وجودك يا معلم،
يا عزيزي تيكت ايزي، كل من عليا فينش. يا ايدي الدنيا ولا الوكالة؟ اللي هي هي بقى، تبقى ببقك وتقسم لغيرك. جود باي سير. الراجل ده قصده ايه؟ اخلعوا من نفوخك، ده راجل خرفان. قول لي يا حبيبي، لك مزاج تعمل شغل للوكالة؟ ولا تحب نطلع فوق نعمل قفة بالجنزبيل؟ نطلع فوق. مالك حبيبي؟ بتفكر في ايه؟ فيكي. حياتي. بتحبيني يا عبد الله؟ بس خايف منك. صعليك. مني انا؟ في كلام كتير في الحارة. كلهم بيغيروا منك وبيحسدوك عليا. مفيش دخان من غير نار. لا لا. انت اليومين دول مزاجك مش هو. ما تيجي نخرج نسهر في اي حته نروق شويه. ونخرج ليه؟ لو ما كنتش اقدر انا روقك هنا ما بقاش نعوضك. زي مزاجك دلوقتي؟ مبسوط يا حبيبي؟ مفيش كده. طب نام بقى واستريح عشان بكره الصبح عندنا مزاد. مزاد؟ مزاد ايه؟
هو انا ما قلتلكش مزاد الحكومه؟ احنا مش اتفقنا مع المعلمين ان المزاد ده هنسيبه لرياض دنش؟ وماله؟ بس انا بقى لازم اعلمك ازاي تكسب حرب السوق. اول درس، لازم تتغدى بعدوينك قبل ما يتعشوا بيك. اتغدى برياض دنش؟ وتحلي بنعمة يلا يا تجار، يلا يا كبار التجار، يلا يا أكابر، المزاد هيفتح، المزاد هيفتح، المزاد للي حاضر، المزاد للي جاهز، المزاد يفتح بمبلغ أساسي 50 باكو. 50 أند هاف. 50 أند هاف المعلم رياض، 50 أند هاف المعلم رياض. 60. 60. مدام زود عليك يبقى المزاد قانوني. 60. زود انت اي كلام هيبقى المزاد من نصيب. 60. 60 أند هاف. بس يا جدع. 60,500 على انا. 60,500 المعلم رياض على دوي. 100. والمية شوية. دي العملية سخنت. 100,000 جنيه المعلم عبد الله. مش عطياني كلمة جنتلمان ولا ايه؟ وانا عندي كلمتي، بس انا ماليش حكم على المعلم عبدالله. كده؟ 100,000 جنيه المعلم عبدالله. 100 أند هاف. 120. 120 أند هاف. وكفاية عبدالله. 130. ده مش وصول شغل بقى. الله، حابس حابس وانا مالي. اهو المعلم عبدالله عندك، اتراضى معاي. 130 أند هاف. واستنى 5. يا عبد الله، يا عبد الله ما تفوق كده، المكسب خساره عند الحكومه. هديلك 20 باكو واخلع من المزاد. 140. 140 أند هاف وباين عليه يوم اسود. هديلك 25 باكو واخلع بليز. 145. يا نهار اسود يا جدع، مش اصول شغل ده يا معلم. 30. شفت الراجل خليته اتقلبت ازاي وهو بيدفع لي فلوس؟ اهو 30,000 جنيه خدتهم من حبابي عينيك. 30,000 شكرا يا رب. اهو انت النهارده عملت لك جو كبير قوي في السوق. ربنا يديمك عليا نعمه. يا مساء الفلالي. يا مساء الارندالي. مرحبا سر. اطلع عزيز يا سهلانة. الله يخليك يا سر. اتفضل. مساء الخير يا رجاله. اخونا الرئيس الدباح لومانجي واراري وسوابقه جنايات جيزه وبني سويف. حصل لنا التلفز. ولع دباح. حلاوتك يا اللي بتشعلل الرايه. كرس من دي 70-80 عقبال ما الاقي عمك حبش. ماشي يا معلم. ايه ليك مزاج تنسطر على انفراد؟ قال المثل يا عسل. هي حصلت يا رياض يا دبش؟ تأجر واحد يقتل عبد الله؟ بقول لك دافع له باكو مقفول، لكن الدباح ما يقدرش يتعدى على المنطقة دون ما يستأذن من رئيسها. والله عال يا رياض يا دبش. تحب اخدمك فيه وامسح لك اثره من على وش الارض؟ لا، خليك انت العوزة. المهم، عملت انت ايه مع الدباح؟ ما تخافيش على سعد الله يا معلمه. تشكر يا حبش، خد دول. ايه ده؟ فلوس؟ خيرك مغرقنا يا معلمه. معلش، اصل الحشيش غالي اليومين دول. انما ما قلتليش ناويه تعملي ايه يا معلمه؟ ما تخافش عليا، ده انا ياما دقت على راسي طبول. مين؟
ميسيس عبد الله. اهلا اهلا يا ميت مرحبا وفل. اهلا هاتوا عزيزه اتفضلي. ما تفضلش، انا جاي اقولك كلمتين وامشي. عارفهم، ما تقدريش تستغني عن المعلم رياض، ورياض في الانتظار وجاهز. تبقى غلطان يا ضنايا. رياض دبش ما يغلطش ابدا، رياض يستنى على صيده لغايه ما يوصل له برجليه وهو جه. تعرف يا رياض يا دبش، لو حد مس شعره من انسان عزيز عليا انا اقدر اعمل في الابعد ايه؟ الله الله، لزومه ايه السؤال ده دلوقتي؟ لزومه عبد الله، المعلم عبد الله غصب عن اجدع شنب في الوكاله. الله الله الله، ماله عبد الله؟ اي دونت نو. عربيه توصل وهو ماشي في الشارع، سكينه في الضلمه من واحد سكران، قنبله تفرقع في بضاعه شاريها. ها لو حتى ناموسه قرصته. يبقى انا اللي بعتها له مش كده؟ اسمع، انا ما احلفش بمقاصيد دول باطل. ها ساعتها هاخد بطار عبد الله، ملكي وميري وشافعي وابو حنيفه كمان. الو، ايوه مين عايز؟ تعرف حد اسمه امجد؟ الو امجد بيه؟ اهلا. لا 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 لا، انا زعلانه منك كده برضو، ما تسالش على نعمه. كنت فين؟ سويسرا البلد ولا سويسرا الخيم؟ طب خلاص مش زعلانة منك، المهم اني سمعت صوتك. فين؟ عندك في البيت؟ طيب حاضر. طبعا هو انا اقدر اتأخر؟ من عيني. مع السلامة. اسمها ما اقولك، انا راخر عبد الله والاجري على الله. يطلع مين امجد بيه ده؟ امجد بيه في الوزاره هو الكل في الكل. حلو، وكمان هناك هتقابل كبارات ياما. خبطي برجلك اليمين وارسى منظرك. اهلا اهلا. بونسوار يا امجد بيه، اقدم لك عبد الله بيه شريكي في البيزنس. تشرفنا يا عبد الله بيه. اهلا وسهلا. عبد الله بيه ده راجل اعمال كبير قوي يا امجد بيه، امبورت اكسبورت. ما شاء الله ما شاء الله، على كل حال البيت بيتك يا عبد الله. وحشتيني يا حبيبتي. بزنس از بزنس يا عبد الله بيه، طنش. بونسوار تيمور بيه. بونسوار نعمة تاني. يا ترى خرجت المؤسسة ولا لسه؟ يا شيخة حرام عليكي، ده لسه مستلمها. مستعجلة على ايه؟ عشان اروح انا وانت نونسه وقعد على تلاتة. بونسوار يا فندم. عملية الوزارة اللي كنت وعدت فيها تقريبا، ولو ان كان في شوية تعرضات في اللجنة. لا، امجد يفوت في الحديد. انا من بكره هحط لك في حسابك في البنك 20 باك بس. 25 بس. انا شفت
شريكك ما يعرفش حاجة عن الموضوع خالص. عيب يا أمجد، هو من إمتى العمليات اللي كاتبينها كان سمع لها حس ولا خابر؟ عيب، ده أنا نعمة الله والأجر على الله. وفي كمان شرط تاني أهم من الشرط الأولاني. إيه هو؟ شقة اسكندرية فاضية، ما تيجي نقعد هنا فيها؟ لا لا لا، ما أحبكش وأنت كده. امال امتى هتحبيه؟ مؤاخذة يا سعادة البيه، ما كنتش اعرف ان انت والهانم كنا بنشم الهوا، اصل اتخنقت جوه من دخان السجاير. وانت برضو واسم الله عليها، مش كنتوا خارجين تشموا الهوا زينا ولا ايه؟ انا نسيت اعرفكم بعض، ميرفت بنتي ليسانس فلسفه. يا حبيبتي فلسفه؟ هو ده من اهل مؤاخذه؟ ده انت حلو. وانت كمان امر، بس انا يا اختي حابس ملياش في الفلسفه. وانا ماليش في الخرده. انت بتستهويني بالخرده؟ الخرده دي حلوه، بتشتري ناس. مش كل الناس يا هان. كل الناس؟ تبقي حضرتك لسه ما عرفتيش ناس. اللي يقبل انه ينشري يا هانم هو اللي يستاهل انه يتباع، لكن في ناس تانيه لا. خدي عندك مثلا بابا. مثلا ولا واحد زي عبد الله بيه. ايوه صح. تكسبي يا حبيبي، مدام عبد الله بيه وبابا بيه موافقين على كلامك يبقى انت الصح. انا غلطان، لا مؤاخذه، اصلي ما تعلمتش فلسفه. اسكتش. اهلا ويلكم امجد بيه. طبعا يا عم سايبنا، ما هو اصل من لا احبابه. ايه ده قصدك نعمة الله؟ والاجر على الله. يا راجل كنا قاعدين في الفرندة بنشم شوية هوا، ده حتى كان معانا شريكها، ده اللي اسمه ايه؟ اسمه عبد الله. امبورد سبورت. تعرف ان ميرفت بنتي مهتميه بيها، مع انها في النادر لما تهتم بحد من اللي بيجوا عندي. باين علي شاب كويس. كويس ده اخر كواسه. فيري جود. يس اوكي. ومركزه في السوق شكله ايه؟ فيري ماتش يس سير. شريك نعمة الله بس؟ لا ساعة البيت في الناحية اللي بتفكر فيها، لا ده شاب مستقيم قوي. عازم اتجوز؟ اليومين دول بندور له على وايف فيري بنت حلال. فيري جود. فيري يس. مالك همك؟ مش فينا يا اخوات اهو، ما دام الشيالين بقوا معلمين. واد عبدون، ايه؟ سيب اللي في ايدك وتعالى. ايه
وتطوع العربيه. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ هو ده البيزنس اللي على كبير. بيع مش بطاله في السليم قوي يا عبد الله. ما تغلاش عليك يا معلم رياض، كنت عايز حاجه اشتري. الله ازاي؟ هو كلام مش مع صاحبة الشأن ولا ايه؟ انا بقى صاحب الشأن والكلام يبقى معايا. ما قلتش حاجة تضحك يا معلم رياض. لا ما انت مش أول واحد يعني يتمنظر بالشكل ده، في غيرك قال كلام زي ده كتير. قصدك ايه؟ شوف المعلمة نعمة الله يا عبد الله زي الدنيا تمام، تنفخ في الواحد تطيره فوق وبعد كده فس ينزل على جدور رقبته. اصطلح لها غر قدام السعادة يا معلم رياض. يا عزيزي تيكت ايزي. وادي عبدون بقول للمعلم بتاعك على اللي طلعوا فوق قبل كده جرالهم ايه؟ فيري جود اوتوموبيل. اهلا يا عم مخلوف. اتفضل يا عم مخلوف. بالك من الوكاله عبدون. كوبيه كوبيه يا معلم. فين معلمك يا واد؟ جري ورا صاحبه. صاحبه؟ صاحبه مين؟ اللي ما يكرهش في الدنيا حد غيري. مخلوف زينهم. اللي عملته انا ده غلط يا عم مخلوف. ده انا اتجوزتها شرعي وهي ادتني كل حاجه. اديتك فلوس ما عندهاش اكتر منها. وبكرة تدوسك بجزمتها زي عقب السيجارة. لا يا عم مخلوف، الست بتعاملني بما يرضي الله. لا انت حكون الاولاني ولا حكون الاخراني. نعمة الله بتحبني. نعمة الله عمرها ما حبت الا نفسها. وبكرة تضيعك زي اللي سبقوك. اللي اتسجن واللي اتجنن واللي انتهى زي ماضي واللي اتقتل زي حلوم. عايز تقول ايه يا عم مخلوف؟ عايز تقول ان نعمة الله ليها دخل بموت حلومه؟ وغيره وغيره وغيره. ومش بعيد انا كمان. انا لو حصل لي حاجه هيكون دمي في رقبتها. مش معقول. نصيحتي ليك يا ابني انك تهرب. اهرب بمستقبلك وشبابك منها ومن الحاره الملعونه دي. عم مخلوف ما يكدبش. ليه؟ انزل اهو العالم كله ما بين اللي قرش ملحتي وما بين اللي طمعان فيا. عم مخلوف ملوش مصلحه غير الخير للناس. يعني تصدق مخلوف وتكذبني يا عبد الله؟ انا عايز اصدقك لكن لكن يا حبيبي اخص عليك انت لسه بتشك في حبي يا عبد الله. انت الوحيد اللي انفتح قلبي بعد القساوه ما قفلته. انا اتبهدلت كتير وشفت ايام سودة اكتر. اتظلمت وظلمت. ضحك عليا وضحكت على غيري. لكن لما انت جيت كل حاجة في الدنيا اتغيرت. حبك خلاني اشوف الدنيا بنظرة تانية.
تاني من الغابة اللي كنت عايشة فيها. أنا ماليش غيرك في الدنيا يا عبد الله. أنا حبيتك أوي أوي. صدقني يا عبد الله، صدقني. سيبيني لوحدي شوية. طب أعمل لك قرفة بالجنزبيل. لا، طب تدخل تستريح شوية. قلتلك سيبيني لوحدي شوية. نعم. أعوذ بالله من غضب الله. ليه كده يا عم مخلوق؟ ده أنا جاية لك وقصدك تساعدني. طبعا بخصوص عبد الله. أنت ليه فهمني غلط يا عم مخلوق؟ ده أنا غلبانة ووحدانية وكنت غلطت. ربنا بيقبل التوبة. ما شاء الله. وربنا تاب عليكي؟ الحمد لله. خد دول يا عم مخلوق. إيه دول؟ عشان الجامع. تفرشوا بالسجان وتنوروا بالنجف. خد يا عم مخلوق. أعوذ بالله، الجامع في غنى عن فلوسك. ليه كده يا عم مخلوق؟ انت مش بتقول ان ربنا بيقبل التوبة؟ يقبلها صادقة لما تطهري نفسك من المعاصي اولا. أعوذ بالله من غضب الله. سلامتك. مالك زعلان كده؟ ما تكونش شارب لك ربع كبس. لو انت صادق تمام. الجو هو اللي قلب. ما قلت لك من زمان ما تتنفخش. دنيا غروره، ما حدش ركبها وما نزلش. شيش بيش راحت عليك. اسمع عم اقول لك، لازم كل الناس تعرف ان انا المعلم هنا. بس كده؟ ماشي يا حبيبي، انت المعلم وسيد المعلمين كمان. انا بقى بصراحه طريقه الشغل بتاعتك دي مش عجباني. ايه اللي حصل بس ومش عاجبك؟ انا بقى مش بتاع قرنص زي رياض دبش. انا معلم متعلم ولازم افكر بتكتيك. بشوقك يا حبيبي، ليك مزاج تاكتك تاكتك. بعد عمليه امجد بيه الشغل كبر، وانا بقى لازم اثبت وجودي فوق الحاره باللي فيها. يا اختي، طب واوامر المعلم ايه؟ لازم نتوسع اكتر واكتر، نخش مناقصات الصعيد، ننزل مسدات بحري، فلوس. انت تقعدي هنا في الوكاله وانا افتح مخازن في الصعيد والارياف. لا تبعد عني. لا انت بس عايزاني اقعد جنبك هنا اشرب قرفه بالجنزبيل. ومالها القرفه بالجنزبيل؟ كل همك انك تربطيني جنبك زي خير الحكومه. دي بقت عيشه تقرف. عبد الله، انا قلتها كلمه. 300 باكو يعني 300 باكو، اللي عاجبه على كده يشيل. ده كلام بيع وشراء يا معلمه. خلي بالك الكلام معايا انا مش معاها.
المعلمة طول عمرها بتعاملنا، بس ما بتتمسكش زيك كده. لكن أنا بقى بتمسك. بس البضاعة ما تسويش. معاشي اللي خسرته يا معلمين، أنا هبيع بس ب 150، والشيالة كمان على الحساب. إيه اتفقتوا؟ اتفقنا يا معلم. كده؟ يعني أنا ماليش لازم، عن إذنكم. عبد الله، استنى يا عبد الله. تاني مرة ما تتدخليش وليك راجل يتكلم. يا عبد الله، ما انت كنت هتضيع البيع. انت اللي عبيطه وانضحك عليكي. انا عبيطه؟ ده انا نعمه الله والاجر على الله. انا يا حبيبي ورثت الكارد عن ابويا وعن جوازي. وجوازك دول يطلعوا ايه؟ كانوا احسن مني. لا بقى، دول كانوا معلمين تقايل قوي. انا برضو بقيت معلم واسمي معروف قوي في السوق. معروف بمين غير بيا؟ انت فاكر ان التجار بيعاملوك الا عشاني كده برضه يا نعمه الله؟ انت تلموذ يا ضنايا، تتفرج عليا وانا بقسم وتتعلم التقسيم. اسمع بقى يا نعمه الله، كل واحد فينا يروح لحاله، احنا خلاص ما بقيناش ننفع مع بعض. لا لا، ده مش كلامك يا عبد الله. قصدك ايه؟ قصدي مخلوف. تلاقيك رجعت تاني تقابله ويود ودنك. انت كل حاجه عندك مخلوف مخلوف مخلوف. ايوه مخلوف، هو السبب في كل حاجه، هو اللي غيرك. تحب اسيب لك البيت وامشي؟ عبد الله، انت اللي تقول الكلام ده. لك حق تقول اكتر من كده، ما دام الراجل ده ملودانك.